أهم التوقعات الفلكية لمواليد الثور على الصعيد العاطفي بشهر تشرين الثاني نوفمبر 2022. يا عزيزي مولود الثور، الأفلاك بتدعيك إلى عدم الحديث عن خصوصيتك بهالشهر والاكتفاء بلقاءات مصغرة مع ناس بتحبهم أو مع أصدقاء من دون ما توسع البكار. يمكن الأسبوع الأول يحمل لك أفاق جيدة، بس الفترة الأفضل فهي بعد تاريخ 17 مثل الشؤون المهنية. لما يترك فينوس وميركور برج العقرب بتلاقي بعض الحلول لمسائل ربما سببت لك الأسى بالشهر الماضي. بتتحرك الشؤون العاطفية بالنص الثاني، بتتم لقاءات حلوة، مناسبات مشوقة سعيدة، ويمكن تسافر برحلة أو تلاقي مبتغاك أثناء احتفال أثناء لقاء، أو يمكن تتصالح مع الحبيب إذا كنت مختلف معه. هالأجواء الفلكية شو بتحمل لك؟ بتحمل لك ارتباط جديد وقرار مهم بالمجال الشخصي مثل المجال العائلي. في بعض مواليد الثور بيعيشوا قصة حب أو أوقات حلوة وسعيدة لا تنتسى. بتكون هالفترة هي الأفضل على الصعيد الزوجي، كما أنها بتوعد العازبين بلقاء مهم جدا بيحدد المصير المستقبلي. ربما كوكب فينوس ببارك الخطوات، هو كوكبك مثل ما بتعرف، ووجوده بموقع جيد بيواكب الخطوات وبيدعيك لحفلة عشق وشغف بالنص الثاني من الشهر، وربما بتلاقي اتزانك على أثر علاقة تبصر النور. هيدا شهر كتير منيح وجيد للتفكير بالغد والارتباط، بس انتبه من كوكب مارس اللي بمنزلك الثاني بيحمل مجازفات على الصعيد المادي والخوف من ضغوطات متعلقة بشأن مالي مع المحيط العاطفي والشخصي. كمان بدك تنتبه لمسألة الغذاء، شو عم تاكل شو عم تشرب، حذر حتى لا تصاب بتسمم مثلا وتتعرض لمشاكل معوية بالأمعاء بسبب هالشي. هيك الفلك عم بينذر ويحذر.